ولن نكون لها مكان إلا بكم أنتم. إن هذا الموقع قناة عبد الخالق صلى ليس مجرد مبنى، إنه معنى، إنه أنتم. إن هذا المبنى 4 أو 3 مش مهم يا جماعة، المبنى نفسه المهم مين اللي جواه. زملائي، إن هذا المشهد الذي نراه اليوم نتمنى من كل قلوبنا أن نراه في كل مناسبة في هذه النقابة. لا نريد أن تتركونا وأن تقولوا لنا اذهبوا وقاتلوا أنتم وربكم، إن هؤلاء القاعدون. إن هذه المرحلة مرحلة خطيرة على المهنة وعلى المؤسسات وعلى الصحافة وعلى النقابة وعليكم.